متابعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في هذه الحلقة المخصصة من برنامج الاقتصاد اليوم لمبادرة وقفة من أجل الوطن، وهي مبادرة قناة رؤيا ومسيح بالتعاون مع مؤسسة إنجاز والمنظمة الدولية للشباب، التي نؤمن من خلالها أننا سنعمل في الحد من مشكلة البطالة. وهنا أود التذكير بأننا خصصنا حلقة يوم الاثنين من كل أسبوع للإعلان عن تفاصيل ووقائع زياراتنا للمحافظات. والآن دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور قيس الخلفات، مدير إدارة الموارد البشرية في مجموعة الصايغ، مستشار المبادرة. مساء الخير دكتور قيس. مساء الورد. أهلا فيك. أهلا بك. الأسبوع الماضي توجهنا إلى محافظة عجلون. قبل الحديث عن التفاصيل مع ضيفنا، نتابع وإياكم تمهيدا لهذه الزيارة من خلال التقرير التالي الذي أعده زميل رعد بن طريف، ثم عودة للتعقيب من جديد. تستمر سلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق مبادرة وقفة من أجل الوطن للمحافظات الأردنية بهدف تأمين فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص لأكبر عدد ممكن من الشباب الباحثين عن عمل. فوجهة الفريق الأخيرة كانت إلى شمال المملكة وتحديداً إلى محافظة عجلون، حيث كشفت آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن أن نسبة البطالة في محافظة عجلون وصلت إلى 18%. وفي دراسة لواقع التنمية في المحافظة قام بها فريق عمل وحدة التنمية في محافظة عجلون بالاشتراك مع مؤسسة الرؤية للاستشارات، أظهرت أن ضعف التوجه الحكومي نحو الاستثمار السياحي في المحافظة إضافة إلى طبيعة المنطقة الزراعية والسياحية المتميزة تحد من إقامة المشروعات الصناعية حسب قانون البيئة. كما كشفت الدراسة عن أن معظم سكان محافظة عجلون يعملون في الوظائف الإدارية خاصة في القطاع الحكومي وبنسبة 73% من السكان و5% في القطاع الزراعي، كما أن النقص الشديد في الاستثمارات في المحافظة وعدم التوزيع العادل لمكتسبات التنمية زاد الأمر تفاقما بشكل كبير. محافظة عجلون يعني يبلغ عدد سكانها بحدود 150 إلى 160 ألف نسمة. من الملاحظ كباقي يمكن المحافظات في المملكة أنه ترتفع نسبة حملة الشهادات الجامعية في هذه المحافظة. تبلغ نسبة البطالة في محافظة عجلون بحدود 18% إلى 20% تقريبا. طبيعة أهل المنطقة هنا في محافظة عجلون يعتمدوا في معيشتهم على الزراعة وعلى الوظيفة العامة، وسبب أعتقد جازما أنه سبب ارتفاع نسبة هذه البطالة في هذه المحافظة يعود إلى عدم وجود استثمارات ومشاريع استثمارية في المحافظة وجذب الاستثمارات من الخارج إلى المحافظة، علما بأن هذه المحافظة هي يعني ذات طبيعة يعني خلابة بتضاريسها وبخضرتها، وهي جاذبة استثماريا وخصوصا من الناحية السياحية. هذه الأعداد الكبيرة من الشباب الذين جاءوا بقصد الاستفادة من المبادرة والحصول على وظيفة تلخص ما آلت إليه الأوضاع المعيشية في المحافظة، فلم يكن يدرك هؤلاء الشباب أن الحصول على وظيفة لا يتطلب سوى الحصول على شهادة جامعية، وأن الوظيفة في انتظارهم ريثما ينهون دراستهم، لكنهم صدموا بواقع مرير يحتم عليهم الصبر والبحث لوقت طويل ربما يصل لسنوات لكي يحصلوا على عمل. كل تلك العثرات التي تقف في طريقهم لم تنل من عزيمتهم وإصرارهم في البحث عن عمل، بل سعوا بكل جدية وطرقوا أبوابا فتحت بعضها لهم لساعات وأغلقت بذريعة عدم وجود الخبرة العملية الكافية، وأخرى لم تفتح بعد فهي تتطلب شخصا كل الأبواب تشرع له وجميعهم يعرفونه يندرج تحت ما يسمى بالواسطة. صار لي 3 سنين متخرج ما فيش وظيفه. وما اشتغلتي؟ ما اشتغلت. يمكن الوعد ما دورتي الا بعجلون؟ لا دورت. وين دورتي؟ رحت على مستشفى الملك عبد الله. نعم. حكون لازم يعني عشان معدلنا مقبول ما مش الامر. اها. قالوا لنا بدنا مزاوله مهنه، ومزاوله مهنه رحت امتحنت وصار معي رخصه عمل. مزاوله مهنه التمريض؟ نعم. صار معي رخصه عمل يعني. وبحط شروط قاسيه يعني كانه
بترجع للنهاية لما نسأل ونستفسر إنه في واسطة. بتحس إنه في واسطة. ورحت كمان جربت بدي أسجل بالخدمات الطبية، يعني كثير بنات راح أسجل بالخدمات الطبية بشكل واسع. وأخذوها. لما وصلنا هناك بننصحك ما تستني ولا تغلبي حالك، روحي دوري واسطة عشان تتوظفي. 2007 ضليتك، رجعت عمان 2008. شو عملتي؟ ولا شيء، ما في وظائف قدمت بصراحة، يعني كله على الواسطات. أنا قدمت من 2008 لحد اليوم. طلعت لي وظيفة إني كان معي دورة مساحة، مساح بشتغل، وكانت صارت عليها مشاكل إنه عرفت أسئلة ما عرفوها المهندسين فزعلوا. إمتى خلصت جامعة؟ خلصت بال 2008. بال 2008؟ يعني قديش صار لك قاعدة؟ 4 سنين. لا ولا إشي، قدمت من إضافة أكثر من مرة، حتى كنت يعني يكون بدي اكثر من وظيفه، مش شرط بالحكومه بالمدارس وين ما كان، بس ما كانش فيه المهم واحد يعني يمارس، يعني خلص شهاده وقاعده ما فيش ممارسه لها بالمره، يعني ما حسش الواحد الحا يعني 4 سنين درست نسيت اني دارس. اكيد لازم تاخذي خبره عمليه. ان شاء الله. اللجنه ومنذ لحظه تواجدها في مبنى محافظه عجلون بذلت قصارى جهدها والتقت تلك الاعداد الكبيره من الشباب، فرساله مبادره وقفه من اجل الوطن كانت واضحه منذ البدايه، فلا هم لنا سوى أن نقوم بدورنا الحقيقي والفاعل في خدمة الوطن وأبنائه، وأن نؤمن من خلال تلك المبادرة أكبر عدد من الوظائف للشباب. فكل أحلام وأمال الشباب الأردني التي وضعوها نصب أعينهم أصبحوا يخشون أن تتلاشى شيئا فشيئا، فكل ما يأملونه اليوم أن تصبح فرصة الحصول على عمل فرصة حقيقية وليس ضربا من الخيال. راعد بن طريف لبرنامج الاقتصاد اليوم. نشكر زميلنا راعد بن طريف الذي أعد هذا التقرير، ونعود بالحديث إليك دكتور قيس، حدثنا أكثر عن تجربة عجلون. يعني عجلون طبعا سجلت خلال زيارتها أعلى محافظة نستقطب فيها متقدمين لشغل الوظائف. الوضع طبيعي أن نستقطب هذا العدد. عجلون محافظة بالنسبة لمساحتها مقتضب السكان، نعم، هي جزء من محافظات الشمال، وزي ما معروف محافظات الشمال الأردن يزداد فيها الطلب عن العرض على سوق العمل بفارق واسع جدا، قد يصل إلى 140%. نعم. عن الاحتياج، وبالتالي سيكون هناك طلب كبير جدا على الوظائف مقابل هذا العرض القليل. نعم. حتى نزيد من قيمة العرض ويتوازن مع الطلب لابد من وجود استثمارات. الاستثمارات الصناعية لن تحل المشكلة وستضر في بيئة عجلون. بيئة عجلون إذا مقارنة في بيئة مماثلة في لبنان، البيئة المماثلة في لبنان تدر 270 مليون دولار سنويا على لبنان. نعم. منطقة تشبهها في التضاريس في الطقس وتدر هذا الدخل. نحن نحتاج ألا نقلد لبنان على الأقل، بل أن نستفيد من أفكارهم الريادية كيف أن نكيفها مع البيئة الأردنية ونخلق يعني استثمارات. نتحدث عن مشاريع سياحية، نأمل مشاريع سياحية وزراعية. نعم. هناك صناعات زراعية مبتكرة بعيدة عن ما يتم التعامل معه في الأردن، يمكن الاستثمار فيها في عجلون بشكل واسع كما حصل في لبنان. نتمنى أنه تنتقل، الآن عندنا الفرص كبيرة، عندنا الاستثمارات والمساعدات القادمة من الخارج، صندوق تنمية المحافظات قد تكون فرصة سانحة لنا لأن نفكر في هذا الأمر. نعم. نتمنى أن يكونوا أهالي عجلون على قدر من الدراية والوعي، وأنا أجزم بذلك، لمساعدة من سيخططوا للمشاريع على توليد أفكار تستديم توفر فرص عمل كبيرة وتعود بالنفع على عجلون ومحيطها، لأن مشكلة عجلون لا تبعد كثيرا عن مشكلة إربد بالمناسبة، ونحن نحكي على خط واحد وليس هناك فاصل من المسافة الأرضية الكبيرة بين المجتمعين ولا في الخصائص من حيث عدد المتعلمين. عجلون تتميز بأنه عدد المتعلمين من الإناث كبير جدا، من الأوائل والمتقدمين في المملكة، وبالتالي هناك ارتفاع في عدد غير النشطين اقتصاديا بسبب أن الغالبية من الإناث. نعم. لأن الإناث في عجلون كسائر محافظات المملكة باستثناء العاصمة وبعض محافظات الوسط هناك تحافظ على بعض الوظائف التي تعمل فيها الإناث. هناك توجه لوظائف التعليم على وجه الخصوص، وبالتالي سيبقى هناك عدد كبير من البطالة
من الإناث بعدد أو بنسبة لا بأس فيها. نعم. كذلك الحال عند الإناث، عند الذكور عفوا. الذكور ستكون الفرص المتاحة إليهم في العاصمة عمان، هي مركز استقطاب جميع المؤهلين لدخول سوق العمل من المحافظات. نعم. الميزة الأفضل عن محافظات الجنوب قرب عجلون إلى عمان مقارنة بالكراك الطفيلة معان. هذه المناطق الوسطى ما بين نقطة جذب الاستثمار العقبة وعمان في الجنوب تحتاج إلى إعادة دراسة في أجل جذب الاستثمارات. نعم. كذلك الحال للنقطة ما بين مركز إربد إلى عمان. نعم. نعم. في الشمال. نعم. وأيضا قام الزميل رعد بن طريف بإجراء عدد من المقابلات مع المنظمين في عجلون، فلنتابعها سويا. كان إقبال رائع من قبل محافظة عجلون، تقريبا حوالي قابلنا 200 شخص، معظمهم كانت تخصصات مختلفة، كله عم ببحث عن عمل بأي مجال بأي تخصص، بس يلاقي الفرصة المناسبة اللي يوجد يثبت حاله فيها ويبحث عن خبرة تكون موجودة فيها. تقريبا كلهم كان عندهم الجدية في البحث عن عمل، كله بده وظيفة، كله عم بدور على وظيفة. كان اليوم دورنا اللي نتشرف فيه في هذه المبادرة وهي وقفة من أجل وطن، يعني قمنا بحلقة وصل ما بين الجهات المبادرة ومن ضمنها تلفزيون رؤية مشكور، قمنا بتأمين حلقة وصل ما بين هذه الجهات المبادرة وما بين الفئة المستهدفة في عجلون. قمنا بدعوة هذه الفئات المستهدفة بناء على أرشيف عندنا وبيانات موجودة لدينا. برنامج إرادة هو برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية الاجتماعية، البرنامج الممول من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتدير الجمعية العلمية الملكية. هذا البرنامج يهدف وبناء على توجيهات ملكية سامية إلى المساعدة في توفير فرص عمل لمن لم يجدوا فرص عمل، وللتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة بشكل عام، من خلال تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات المجانية في مجال إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتدريب والدعم الفني. دكتور قيس، من خلال هذه المقابلات ما هو تقييمك للترتيبات التي أقيمت في عجلون وأيضا لأجواء المقابلات؟ والله الترتيبات من أروع ما يكون. نعم. يعني أنا بوجه الشكر عبر الاقتصاد اليوم وشاشة رؤية لعطوفة محافظة عجلون على هذا التنظيم الرائع. أكيد. واللي ساعد أعضاء اللجنة كثير على إجراء المقابلات لهذا العدد الكبير في زمن قياسي. نعم. والموظفين أيضا في المحافظة وكادر، وكنت سأشكر. نعم. فريق العمل فريق في المحافظة. نعم. الذين يعني نفذوا توجيهات عطوفة المحافظ بشكل دقيق وساعدوا أعضاء اللجنة بشكل ملحوظ، والشكر الموصول أيضا بحب أشكر برنامج إرادة مكتبهم في عجلون. نعم. يعني مساعدتهم توجيههم للشباب، الجهود فعلا اللي طلعنا عليها اللي بيبذلوها في عجلون بالتدريب إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، نأمل أن يكون لهم دور أكبر عندما يخصص مبالغ للاستثمارات في عجلون، يقدموا أفكار من خلال تواصلهم مع عجلون، صار لهم خبرة في عجلون. أكيد. يقدمون أفكار لمشاريع أفضل. نعم طبعا أكيد. والآن نتوقف مع فاصل قصير ثم نتابع معكم هذه الحلقة الخاصة، وسوف نعلن بعد الفاصل عن وجهتنا لهذا الأسبوع، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. هذا الأسبوع وتحديدا غدا الثلاثاء سوف نتوجه إلى محافظة مادبة التي وصلت فيها نسبة البطالة إلى حوالي 14.5%، وذلك بحسب الأرقام النهائية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأعود إلى ضيفي في الاستوديو دكتور قيس، من خلال معرفتك ودراساتك الاجتماعية حول المحافظات، حدثنا أكثر عن طبيعة محافظة مادبة. مادبة إذا قارناها بعجلون أقرب شيء، مادبة تعتبر مركز تجاري. نعم. حركة الخدمات التجارية والمحال التجارية، مشروعات الصغيرة التجارية كثيرة. نعم. تتميز مادبة بتركيبة سكانية فيها مزيج أكثر من المزيج الذي تحتويها عجلون. قربها من عمان ساعدها على أن تستورد تستقطب بعض الأفكار لبعض المشاريع وطبقت وكانت ناجحة في مادبة. نعم. مادبة مساحتها تساعدها، طبيعتها الديموغرافية السكانية والجغرافية
التربة كلها تساعد على أن تكون مجاية محافظة مستقطبة للاستثمار. طبعا رح نحكي عن التفاصيل هاي كلها دكتور، ولكن الآن ينضم إلينا عبر الهاتف محافظ مادبة عطوفة السيد فاروق القاضي. مساء الخير عطوفة المحافظ. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا فيك. غدا إن شاء الله سوف نزور محافظة مادبة، حدثنا عن آخر الترتيبات فيما يتعلق بالإعلان عن هذه الحملة، وهل لمستم أي ردود فعل من الشباب؟ احنا تم الاعلان عن هذه الحمله والتحضير لها جيدا، وتم تحضير قاعه البلديه، وتم التنسيق مع جميع الفعاليات للتوجه الى قاعه البلديه، وان شاء الله ستكون حمله ناجحه في جميع المعايير. اذا الموقع هو قاعه البلديه؟ نعم نعم ان شاء الله. طيب عطوفتك من خلال معايشتك للأوضاع الاقتصادية يعني في مادبة، هل نسبة البطالة تتركز في أعداد الشباب حملة الشهادات الجامعية أم غير المستكملين لدراستهم؟ والله البطالة هي تقدر تقولي أنه نوعية أحيانا، يعني الشهادات الجامعية في نسبة بطالة، وأيضا الغير جامعيين في نسبة البطالة، رغم أنه هناك في بعض الأعمال الفردية ولو الشباب يتوجهوا إليها هناك بعض الأعمال اليدوية وبعض القطاعات. نعم. ومادبة هي مركز تجاري جيد، أيضا مادبة مدينة سياحية ونسبة والعمل السياحي فيها جيد أيضا. نعم. وكذلك مادبة تشتهر بالزراعة، سواء زراعة الفواكه أو زراعة الخضروات وزراعة المحاصيل الفصلية. نعم نعم. عطوفتك بالنهاية هل بتحب توجه أي رسالة عبر برنامجنا الاقتصاد اليوم؟ سيدنا أنا أتوجه إلى أبنائنا وشبابنا أن لا نركز على العمل المكتبي والتخصص في الشهادات العلمية، أن يكون هناك توجه إلى القطاع الخاص، والقطاع الخاص هو رافد وللقطاع العام، ومن يتوجه إلى القطاع الخاص وخاصة المشاريع الصغيرة. نعم. فهذه هي مع الوقت ستكون مشاريع منتجة وكبيرة، والتوجه أيضا إلى صندوق التنمية والتشغيل لأخذ القروض لعمل المشاريع الصغيرة والمنتجة. نعم. إذا عطوفة محافظ مادبة سيد فاروق القاضي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وأيضا على الجهود الذي بذلتموها. دكتور قيس، نعود ونتحدث عن خصائص مادبة ونستكمل الحديث أكثر. نعم. قلت أنه هي أراضي زراعية وأيضا لها ديموغرافية خصوصية. نعم. حدثنا أكثر عن هذا الموضوع. نعم، زي ما حكينا لك يعني مركز تجاري ومنطقة يعني مفعمة بالمواقع السياحية والأثرية. نعم. الطابع الزراعي طابع تربية الثروة الحيوانية، وإن كانت تواجه تحديات كبيرة هذه الأيام التربية، لكن يمكن الاعتناء فيها بشكل أفضل في مادبة، لأن المراعي تساعد على ذلك نظرا لارتفاع أسعار وشح الأعلاف في كثير من مواسم السنة. نعم. الشباب في مادبة عندهم تجارب أكثر من محافظات الجنوب مقارنة، بحيث أنه احتكاكهم مع مشروعات عمان أتاحت لهم فرصة لتوليد أفكار كثيرة. نسبة البطالة نوعا ما مقارنة بمحافظات أخرى لعدد السكان نسبة مقبولة. نعم. اللي هي 14.5% بالنسبة لعدد سكان مادبة، وأتوقع أنه الاستثمارات في مادبة من حيث الموارد ستجد بنية تحتية أفضل من مناطق أخرى. نعم. من المملكة. نعم. وأيضا تعليقك على ما قال عطوفة المحافظ. عطوفة المحافظ ذكر القطاعات اللي فيها اهتمام أكثر في. نعم. في مادبة، وحكى عن موضوع هذا. يمكن أنا بس بدي أوضح أنه في مادبة هناك نسبة كبيرة من المتعلمين، لكن نسبة البطالة أكثر من عند غير المتعلمين. نعم. حسب التقارير الإحصائية وبيانات 2011. غير المتعلمين، أقصد في غير المتعلمين هم من أنهوا الصف الأول الثانوي أو العاشر ولم يحصلوا على مقعد لدخول إما الدبلوم المتوسط أو الجامعي. نعم. بمعنى هم الذين أنهوا مرحلة الدراسة الثانوية العامة بنجاح، أو الصف الثاني الثانوي أو الأول ثانوي، نسبة البطالة فيهم كثيرة. لكن هذه البطالة قد يكون جزء منها مقنع، بحيث أن هناك مشروعات صغيرة كثيرة في مادبة تجذب
مثل هذه الفئة، نعم، ويعملون بها ويولدون دخول، لكن لم تستطع الأجهزة الرسمية رصدها. نعم. ومساحاتنا أو مساحات الوطنية دائما قد لا تكون موفقة في كثير من الأحيان بأن ترصد بعض أشكال العمالة، خصوصا من الأعمال الوافدة، نعم، الغير رسمية أو أو البطالة المقنعة. وماذا تنصح هؤلاء الشباب أن يتوجهوا يتعلموا مثلا حرفة معينة، يروحوا على قطاع معين يتعلموا غير الشهادات الجامعية؟ نعم، يعني هي مادبة منطقة سياحية. نعم، مادبة مهيئة جدا أن يستفاد من تجربة أبناء وادي موسى. نعم، وادي موسى في نسبة كبيرة من الذين لم يكملوا تعليمهم الجامعي اتجهوا إلى الحرف اليدوية الداعمة لأمرين، الداعمة للسكان مادبة وسكان العاصمة من حيث القضايا المتعلقة بالتحف، نعم، الأردنية والتحف الشرقية بشكل عام، بالإضافة إلى العمل في مجال السياحة الدينية في مادبة، السياحة الأثرية، السياحة العلاجية، هذه تعلم بعض المهن المساندة لها نسميها مهن مساندة، نعم، والتعليم فيها لا يتطلب وقتا كبيرا، نعم، ممكن أن يساعد في غير المتعلمين في الحصول على فرص عمل في المشاريع أو تأسيس، نعم، مشاريع صغيرة من خلال الاستثمارات المطروحة. نعم، قبل أن ننهي الحلقة كان في عندك تعليق على زيارتنا لعجلون لعدد المتقدمين، فتحب، نعم، تحكي لنا يا تفضل. أنا لما ذكرت أنه كان رقم متميز ويقارب الأعداد المتقدمين في الكرك، نعم، والمحافظتين اللي قاربة من بعض، نعم، كان عدد المتقدمين 380، وهذا، نعم، عدد يعني أنا أتوقعه، يعني إذا لم يكن مانع أو لم يكن لدى أبناء عجلون خبر أو دراية بوجود المقابلات، هذا رقم أتوقعه لمعرفتي بنسبة البطالة بين المتعلمين. نعم. وما فاجأني قدوم الإناث، وأنا زي ما ذكرت أنه العدد الإناث المتعطلات عن العمل في عجلون يفوق عدد الذكور لأسباب تتعلق بنظرتهم إلى العمل. هذا أولا. ثانيا، بطبيعة الحال أن عدد الإناث يفوق عدد الذكور في عجلون، لأنه عجلون هي أكثر محافظة تمثيلا للأردن من حيث نسبة الذكور إلى الإناث، نعم، ونسبة عمل الذكور إلى الإناث. فإذا أردنا أن نأخذ عينة تمثل الأردن في حالة العمالة والبطالة فعجلون خير ما نختار. نعم. الدكتور قيس الخلفات، مدير إدارة الموارد البشرية في مجموعة الصايخ ومستشار هذه المبادرة، شكرا جزيلا لك. شكرا لجهودك. شكرا. وبهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. موعدكم الآن مع نشرة الأخبار من رؤيا، وفي تمام 8 تتابعون حلقة جديدة من برنامج نبض البلد. الاقتصاد اليوم يلقاكم غدا في نفس الموعد. بقي لي أن أشكركم على حسن المتابعة. هذه تحية وإلى اللقاء.